ويلا بينا نسافر في رحلة عبر الزمن، هنشوف روعة التاريخ والعمارة الإسلامية في جولة ساحرة من داخل مسجد أحمد بن طولون. ومهما كان معرفتك بتاريخ مصر وثقافتها، ستجد نفسك متأثرا بسحر وجمال مسجد ابن طولون، وكمان هتلاقي نفسك بتشعر بالسكينة والهدوء وانت بتتجول بين تفاصيله. وهنشوف كمان مشهد جميل للقاهرة من أعلى مأذنته. أنا أميرة الجيار، هكون معاكم في جولة خفيفة من داخل مسجد ابن طولون. مسجد أحمد بن طولون هو ثالث مسجد أنشأ في مصر بعد جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر، وهو من أكتر الجوامع اللي محتفظة بالتصميم اللي اتبنى عليه من غير أي تغييرات في شكله. أحمد بن طولون لما جه يبني المسجد قال: أريد أن أبني جامع إذا احترقت مصر لا يحترق، وإذا غرقت بقى. فعلشان كده هو هنلاقيه مبني بالطوب الأحمر، وكمان هنلاقي ان هو من المساجد المعلقة، مسجد الوحيد في مصر اللي فيه زيادات عن الحرم او صحن المسجد، وده كان علشان يفصل الصوت بتاع الشارع عن المصلين، فيحس المصلي انه منعزل. كمان هنلاقي وجود الشرفات اللي احنا شايفينها او عرائس السماء، وهنا بترمز الى المصلين. هنطلع دلوقتي المأذنة وهوريكم شكلها عن قرب جميل ازاي. من هو ابن طولون؟ ابن طولون كان حاكم ومؤسس الدولة الطولانية في مصر، وحكم في الفترة من 868 ل 884 ميلاديا، واتولد في مدينة سمرقند بالعراق، وتم تعيين أحمد بن طولون من قبل الخليفة العباسي في بغداد علشان يبقى حاكم على مصر والمناطق المجاورة. وكان حاكم قوي وذكي، وقاد حكومته بشكل فعال، وبدأ ان هو يطور البنية التحتية للقاهرة، أسس جيش قوي وساهم في حماية الدولة، وبدأ ان هو يوسع في نفوذها، وانفصل بحكم مصر عن الدولة العباسية وعمل دولة القطائع اللي هي الدولة الطولانية. ويلا نكمل مغامرتنا لصعود المأذنة. مأذنة ابن طولون أقدم المساجد الموجودة في القاهرة، تصميمها جميل جدا، وهي المأذنة الوحيدة اللي بالشكل الحلزوني ده، فهي مأذنة ملوية بيتم الوصول إليها بسلم حجري ضيق داخلي، وهتوفر إطلالة رائعة على المدينة، هي من أهم المعالم الأثرية والسياحية الموجودة في مصر. من هنا نقدر نشوف معالم كتيرة لشوارع القاهرة زي شارع السيوفية وشارع الصليبية، وكمان نقدر نشوف القلعة والمقطم والسلطان حسن والرفاعي.
وفي الختام أتمنى تكونوا اتبسطتوا بجولتنا من مسجد أحمد بن طولون. شكرا لكم على مشاهدتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس علشان نشوف كل جديد.